اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات تطلق بنواكشوط دورة تكوينية لصالح رؤساء وأعضاء الفروع الجهوية والمحلية الذين سيشرفون على تنظيم الاستفتاء الدستوري يوم 15 من يوليو القادم. المشاركون في هذه الدورة التي تستمر 5 أيام سيتابعون عروضا تتعلق بالإطار القانوني للاستفتاء واللائحة الانتخابية وتسيير الفروع الجهوية والمحلية والمعدات والوثائق والمطبوعات الانتخابية وغير ذلك مما يسهل عملية الاستفتاء. الاجتماع يعتبر اجتماع قيم حيث يتناول عدة محاور تتعلق بالعملية الانتخابية، منها المحور يتعلق بمرحلة تنظيم العملية الانتخابية والقوانين اللي ميالتها تطبق في العملية الانتخابية، ومن خلالها يمكن اللجنة الانتخابية تنظم هذه العملية الانتخابية بصفة على أنها ما تتخطى أي، لأن القانون يسير لها جميع المراحل ما يخليها تنحرف في جزء. القائمون على الدورة التكوينية بيّنوا أن مهمة المشاركين في الدورة تتمثل في إنجاز إحصاء إداري لطابع انتخابي تكميلي وتنظيم استفتاء دستوري على مستوى كافة الولايات والمقاطعات والمراكز الإدارية وفي بعض الدوائر الانتخابية في الخارج. كما أكدوا أن الإحصاء التكميلي يهدف إلى مراجعة السجل الانتخابي لاستكمال اللائحة الانتخابية والتي سيجري على أساسها الاستفتاء المقبل انطلاقا من تلك التي نظمت على أساسها الانتخابات الرئاسية 2014. وكانت الحكومة الموريتانية قد قررت يوم 31 مارس الماضي فصل التعديل الخاص بالعلم الوطني عن بقية التعديلات الدستورية المتعلقة بإلغاء مجلس الشيوخ وإنشاء مجالس جهوية للتنمية، وذلك من خلال المصادقة على مشروعي قانونين كل منهما له طابع دستوري استفتائي يتعلق أحدهما بالمادة 8 من الدستور ويهدف إلى تحسين العلم الوطني، بينما يتعلق الآخر بمراجعة بعض الأحكام الدستورية المتفرقة. كل تلك التغييرات يتطلب الإشراف عليها ومراقبتها مستوى عالي من اليقظة والحماس والفاعلية.